معنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا الأمم المتحدة ذكرت أن تخليص العراق من الألغام والمخلفات الحربية سيستغرق سنين طويلة، كيف ترين جهود الحكومة في بغداد في إزالة هذه الألغام؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله وحياكم سادتكم الكرام. يعني بعد مرور أكثر من عام على انتهاء إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية، وانتهاء العمليات العسكرية منذ أكثر ما يقرب من عام ونصف تقريبا، لم نرى لحد الآن أي جهود على أرض الواقع تؤكد أن هناك نوايا حقيقية من أجل إزالة الألغام من مدينة الموصل أو من باقي المدن التي شهدت عمليات عسكرية وكانت تحت سيطرة تنظيم الدولة. يعني الجهود الحكومية لا تقتصر فقط إلا على تصريحات، مجرد تصريحات، مجرد اجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة، دورات، الإعلان عن دورات للشرطة من أجل أن يتدربوا على إزالة الألغام. وقد شهدنا قبل ذلك أن هناك كانت الحقيقة حتى شركات وهمية لإزالة الألغام كانت يعني تسيطر عليها الميليشيات، وكانت في الحقيقة لا تزيل أي عبوة ناسفة ولا أي نوع من أنواع المتفجرات، فقط كانت الذي تقوم فيه هو عملية كتابة أن هذه المناطق خالية من الألغام، وفي الحقيقة هي ليست كذلك. عندما يدخل أصحابها إلى بيوتهم تنفجر عليهم الحقيقة. يعني كانت هناك تصريحات حتى للأمم المتحدة بأن هناك اجتماعات وورشات عمل قبل أكثر من عام، ولم نرى في الحقيقة لحد الآن أي يعني نتائج فعلية لكل هذه التصريحات. ولكن ما خطورة هذه الألغام والأضرار التي أحدثتها وتحدثها في المدنيين على الرغم من انتهاء هذه العملية العسكرية في العراق منذ نحو عام؟ يعني في الحقيقة وجود الألغام يعني لا يؤشر إلى انتهاء العمليات العسكرية، لأن هذه الألغام تعرض حياة المدنيين والعائدين إلى منازلهم لخطر الانفجار في أي لحظة، يعني وخاصة الضعفاء وخاصة الأطفال، لأن من المعروف جدا أن الأطفال يعني حسب الإحصائيات العالمية هم أكثر المتأثرين بالانفجارات والألغام، نظرا لأن يعني طبيعة الأطفال. الآن الألغام في أي لحظة ممكن أن تنفجر وتزيد من أعداد الجرحى والمصابين وربما المعاقين أيضا في العراق. لا ننسى أن خطر الألغام يعني يساوي القذائف وغيرها، يعني انفجاراتها يعني تؤدي إلى مثلا بتر في الأعضاء أو فقدان لأطراف أخرى، الفقدان حتى البصر، وهذا يعني تأثير سلبي على المجتمع، على أفراد الأسرة وغيرها. نعم. الآن من الإحصاءات التي أعلنتها الأمم المتحدة 8 ملايين طن من الأنقاض في الموصل لوحدها و100 ألف مبنى مدمر في العراق، يعني بماذا توحي طبيعة هذه القوة التدميرية التي استخدمت في الحرب؟ طبعا يعني هذا توحي بشراسة ووحشية العمليات العسكرية التي يعني دارت رحاها في هذه المدن. يعني نحن تابعنا كيف كانت حتى عندما تولى الرئيس ترامب رئاسة البيت الأبيض، كيف أنه أعطى التوجيهات وأعطى كل الصلاحيات للبنتاغون من أجل اتخاذ كافة ما يرونه مناسب أثناء يعني العمليات العسكرية، وقد يعني أيد يعني استخدام حتى القذائف ذات الأوزان الثقيلة التي تزن أطنان. طبعا هذه كلها بالإضافة إلى وحشية وهمجية وكثافة يعني ما قامت به القوات الحكومية الأمنية العراقية من قصف لمناطق آهلة بالسكان، أدت إلى هذا التدمير الهائل الذي لا يمكن أن يتصوره أي عقل لحد الآن. أحياء تم مسحها بالكامل، كل هذا يؤشر مدى يعني القوة التدميرية التي استخدمت
في هذه العمليات العسكرية وعدم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان واجتناب قصف هذه الأحياء المدنية وما أدت إليه من، نحن لا ننسى أن هذه الألغام ليست فقط مما قامت به تنظيم الدولة من زرعها، هناك أيضا العبوات الغير منفلقة التي جاءت من نتيجة القصف الهمجي من القوات الدولية والقوات الحكومة العراقية. نعم، هل تعتقدين دكتورة فاطمة أن هناك تعمدا أو تقاعسا في رفع تلك الألغام والمخلفات الحربية كما أشرتي، وهل له علاقة بالسياسة الممنهجة ضمن محاولات إجراء تغيير سكاني لمدن معينة؟ نعم بالتأكيد، يعني منذ البداية يعني استعمال مثل هذه القوة المفرطة في قصف أحياء سكنية دون مراعاة المدنيين، وأيضا تقاعس في رفع الألغام وعدم إبداء أي رغبة وأي نية طيبة من أجل يعني رفع الألغام من أجل أن يعودوا المدنيين إلى منازلهم، هذا يؤكد أن هناك تعمد واضح وعدم رغبة من جهة الحكومة وأيضا من جهة المجتمع الدولي في عودة النازحين إلى ديارهم، وبالتالي طبعا سوف يؤدي إلى تغيير ديموغرافي، لأن خاصة أن هذه المناطق من يسيطر عليها ميليشيات وقوات حكومية كلها يعني تتمتع بروح الطائفية وليست بالروح الوطنية، إذا هناك مساعي حثيثة لأجل إحداث ديموغرافي، خاصة وأن التغيير الديموغرافي يصب في مصلحة سواء الحكومة أو الدول الإقليمية أو حتى أمريكا، يعني خاصة أن هناك فساد أيضا في مستشري في مفاصل الدولة العراقية، أيضا لن يساهم في استثمار الأموال الممنوحة من أجل رفع الألغام، وبالتالي أيضا يصب في نفس النتيجة. نعم. شكرا لك عبر أسكاب لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني.